ورجعنا لكم مره ثانيه. معانا واحدة من أحسن وأهم اللاعبات في كرة اليد بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، اتألقت بشكل كبير وملفت مع الأهلي، نجحت في إنها تحقق معاه ألقاب كتير، علاقتها بجمهور الأهلي كبيرة جدا، دايما موجودة وحاضرة بقوة في المواقف الصعبة. تعالوا نشوف مين معانا ونرجع مرة تانية. زي ما شفنا معانا ومنورانا الكابتن دعاء حلمي لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، برحب بيكي. أهلا بيكي. أنا بحب أوي البنات بتوع اليد والسلة عشان كلهم طوال زيي. أيوة أحسن حاجة والله. سعادة في الدنيا كده. أول حاجة نلاقي بعض كده. أول حاجة هند بتعملها الطول. الطول صح؟ ترحب بالطول. أيوة. دعاء مش عارفة إذا كنتي سمعتي منورتي أنا وأميرة من شوية لما كنا بنتكلم عن الصحة النفسية والرياضة. عايزاكي تقولي لنا رأيك عن أهمية الرياضة للصحة النفسية. طبعا يعني الرياضة بالنسبة لي يعني هي علاج الصحة النفسية، يعني الواحد يعني بالرياضة على طول بيحس ان هو احسن. التوتر انا مثلا بالنسبة لي اللي خلاني ان انا اقدر انجح في دراستي عامة ان انا في الرياضة على طول. لو انا عندي ستريس التمرين او الماتشات او الحاجات دي بتخليني على طول ان انا لا اهدى، انا في حاجه ان انا هقدر اطلع فيها اي طاقه سلبيه جوايا هطلعها في التمرين او في الماتش. غير كده هو في كمان علاقه عكسيه، ان الصحه النفسيه هي انا شايفاها دلوقتي يعني ممكن بعد سنين كتير ان هي اهم حاجه في مستوى الرياضي. يعني لو انا داخله ماتش وانا في حاجه مقصره فيا من بره الملعب او جوه الملعب او انا مش مرتاحه، انا مش هقدر ان انا ادي في الماتش ولا ان انا ابقى في مستواي خالص في الماتش. والموضوع ده لدرجه ان هو مهم، احنا بقى معانا في الجهاز سواء احنا او الباسكت بقى معانا دكتوره يعني معده نفسيه اخصائيه نفسيه معانا تاهلنا الموضوع ده. دكتور مي ان هو من كتر بقى الموضوع ان هو لو هو موضوع بدني ونفسي فهو 80% نفسي و20% بدني، الرياضه بتبقى الاثنين مع بعض. صح صح. بصي عايزه ارجع معاكي من الاول خالص، مش هنخش على البطولات وكده، مين حببك في الرياضه وليه اخترتي تحديدا كره اليد؟ حبي في الرياضه من وانا صغيره خالص يرجع لاخواتي، انا اخويا كان بيلعب هاندبول كان حارس مرمى واختي كانت بتلعب هاندبول. حبي في رقم 11 جه برضو من ان هي اخدت الرقم بتاع اختي من وانا صغيره. من وانا 6 سنين على طول في الملاعب مع اختي في التمرين على طول شايفاها في التمرين والماتشات، فحبيت اللعبه دي، حبيت ان انا عايزه ان انا العب هاندبول. انا ما لعبتش اي حاجه يعني ما دخلتش في رياضات تانية خالص، هو من ساعه ما بدات رياضه كانت هي الهاندبول هي اول حاجه انا روحتها. يعني ده يرجعنا ما ده يرجعنا الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم عليه النهارده، ان احنا اي اب وام لازم يخلوا اولادهم يحبوا الرياضه ويفهموا ويلعبوا من وهم صغيرين، فده دور الاب والام. بالظبط. طلعتي لقيتي اخواتك بيتمرنوا فحبيت الموضوع. بالظبط. يعني ده جميل. ده جميل. هم على طول كانوا اصلا يعني بابايا ومامتي هم على طول في ظهري وبيدعموني يعني واخواتي طبعا على طول في ظهري وبيدعموني من وانا صغيره، ان هم مسهلين لي موضوع ان انا اقدر اوفق ما بين دراستي من وانا في المدرسه او بعد او بعدها في الكليه ما بين الهاندبول، بينظموا لي وقتي على طول، يدعموني نفسيا على طول معايا في الماتشات. حاليا برضو خطيبي على طول بيدعموني ويشجعوني دايما. انت مخطوبه؟ حلوه. عندك كام سنه؟ انا 25. حلو سن معقول. سن معقول. بس انا مش مع البنات تتجوز بدري او تخطب بدري. لا لا تمام ماشيين ماشيين. نلحق نشم نفسنا يا استاذه اميره. كنت فين من زمان؟ مالناش دعوه طبعا بيك. كنت فين يا اميره؟ اتجوزت يعني اول ما قالت صباح الخير للدنيا اتجوزت. قلت صباح الخير صباح النور خلفت خلاص الحمد لله. حلو الحمد لله. بصي خلينا نروح بقى للبطولات. انت خدتي بطولات كتير ما شاء الله مع النادي الاهلي، عايزاكي تكلميني عن اصعب واغلى بطوله. أصعب وأغلى بطولة بالنسبة لي مع النادي الأهلي كان بطولة الدوري الموسم اللي قبل اللي فات. كان هو الموسم كله بالنسبة لي ده أغلى موسم في حياة الفرقة وفي حياتي أنا يعتبر. أخذنا فيه الدوري والكاس ومنطقة القاهرة، مش أول سنة إن احنا ناخد الثلاث بطولات، بس السنة دي تحديدا كانت جاية بعد دروب حاصل لنا الموسم اللي كان قبله ما خدناش ولا بطولة خالص. فبالنسبة لنا كان تارجت جامد يعني إن احنا مش بس عايزين نحقق الثلاث بطولات، لا احنا عايزين احنا حققنا الثلاث بطولات في موسم كله ما خسرناش فيه غير ماتش واحد كان تحصيل حاصل. فده كان بالنسبه لنا ان احنا بنرد اعتبار ان احنا رجعنا. وكان بطوله الدوري كمان كنا اخذناها من نادي الشمس اللي كان اخذ مننا الدوري الموسم اللي قبله. بطوله الكاس كنا اخذناها من نادي سبورتنج اللي كان اخذها مننا الموسم اللي قبله. فبالنسبه لي دول كانوا اغلى بطولتين. يعني اصعبهم بقى اصعبهم كانت بطوله الدوري الموسم اللي قبل اللي فات دي، كانت بالنسبه لي اصعب بطوله لان هي برضو كانت جايه
هو نظام شويه مش دوري زي دور مش زي دوري كره القدم. هو نظام عندنا غريب شويه، يعني الاول كل الفرق بتلعب بعض رايح جاي، بعدين تطلعي دور بعده 6 فرق يلعبوا بعض رايح جاي، انت طالعه 0 بوينتس. يعني انت احنا مثلا كنا الدور ده ما خسرناش ولا ماتش، وفرق ما بيننا وبين التاني 8 بوينتس مثلا. رحنا الدور اللي بعده 0 بوينتس، كلنا زي بعض، يعني اول زي سادس. فروحنا اللي بعده اول 4 فرق يلعبوا بعض تاني مجمعتين، فالموضوع كان دوري طويل قوي قوي قوي. فان انت تفضلي محافظه على الصداره وان انت تاخديها، دي كانت بالنسبه لي اهم بطوله. يعني مجهود مجهود بصراحه، يعني اللي انت بتوصفيه ده مجهود، انك تبتدي من اول ماتش لاخر ماتش بنفس الاداء، كارثه. بالظبط بالظبط، يعني نفسيا وبدنيا. بالظبط. شايفة مشوار الأهلي إزاي في الموسم ده في كرة اليد؟ احنا بالنسبة لنا السنة دي شوية مختلفة عن السنين اللي فاتت. طبعا احنا معانا جهاز فني على أعلى مستوى. السنة دي شوية في 5 أو 6 صفقات جديدة، شبه بنبني فرقة جديدة خالص، لأن في ناس بطلت، في ناس مشيت من النادي. فاحنا السنة دي في ستة ناس جديدة، معظمنا صغيرين في السن. احنا دلوقتي 24 لاعبة، معظمنا صغيرين في السن، يعني احنا معانا ناس مواليد 94 لحد مواليد 2005، ففي تفاوت في الاعمار كبير قوي. احنا دلوقتي بنبني فرقه، ماشيين الحمد لله كويس، اتاهلنا للدور اللي جاي، اللي هو اول 6 فرق هيلعبوا بعض، اول 8 فرق هيلعبوا بعض رايح جاي. يعني في فتره احنا لسه، يعني ماتشات لو تعادلنا او خسرنا لسه مش مؤثره قوي، لان زي ما قلت لك احنا كل ده بس عشان نطلع الدور اللي بعده. لكن احنا طلعنا خلاص كلنا 0 بوينتس زي بعض. فالفتره دي بتبقى كويسه ان احنا نستكشف الفرق اللي قدامنا، ان احنا نحاول نقرا بعض شويه، ان احنا فرقه كلها معظمها فيها جديده على بعض، سواء في الاعمار سواء في الانديه طريقه اللعب، فلسه بناخد شويه على طريقه لعب بعض. دعاء انا عايزه اعرف بتعملي ايه تاني بقى غير الهاندبول؟ يعني ايه كده الحاجه اللي بتحبيها، هواياتك المفضله؟ هوايتي المفضله هي الهاندبول برضو. هي الهاندبول. يعني انا كنت بشتغل مع الهاندبول، انا كمبيوتر ساينس عين شمس، فشغاله في مجال السوفت وير. شاطره يعني، شاطره مذاكره ما شاء الله. بس كنت بشتغل، وبعدين سبت الشغل كده من سنه او حاجه، عشان بالنسبه لي كنت حاسه ان الهاندبول محتاجه الفتره دي شويه اقصى تركيز قوي. يعني فهو احنا مثلا التمرين بيبقى داخل في 4 ساعات في اليوم، مع ساعتين رايح مع ساعتين جاي، فهو خلاص الهاندبول قفل اليوم. يعني مفيش بالنسبه لي انا، مفيش وقت تاني لاي هوايه تانيه. بس فرحات بيقول لي ان هي شاطره في الطبخ. في الطبخ هنعرف، بس انا عايزه اعرف قبل الطبخ، عايزه اعرف ممارسه الرياضه بالشكل اللي انت بتقولي عليه، 4 ساعات واربع ساعات وساعتين رايح، ما اثرش عليك انت بقى كست بقى تحب كده تدلع نفسها تعمل حاجه؟ يعني ما اثرش عليكي خالص في الاوف سيزون بقى؟ الواحد ايه بيشوف نفسه بقى في الشهرين، ايه اللي ما بين السيزون والتاني؟ الواحد بقى يفوق لنفسه. لا والله بيبقى بقى في اللي هو اليوم الاجازه ده اللي ما فيهوش ماتشات او تمرين، الواحد بقى يشوف عايز ايه بقى، دنيته عايزه ايه، طيب، ويشوف صحابه مره كل شهرين كده. يعني اوكي. حاجه كمان، انت خطيبك مش بيلعب رياضه صح؟ لا هو رياضي، هو حاليا مش بيلعب رياضه، بس هو برضو يعني متربي تربيه على الرياضه، وكان بيلعب باسكت. دلوقتي هو على طول في الماراثونز، يعني بيحب الجري جدا. حلوه قوي. فهو يعني هو على طول اصلا بيشجعني وبيدعمني ان انا اكمل في الحاجه اللي بحبها، على طول فخور بيا وباللي بحققه. ما شاء الله. يعني على طول دايما معايا في الماتشات، يدعمني نفسيا في الماتشات، لو انا مثلا رجعت متضايقه من ماتش او حاجه لازم هو على طول بقى اللي يشوف حل في الموضوع ده. محمد. اهلا اهلا اهلا. حاسه ان انتوا شبه بعض لسه، كنت هقول شويه كتير بيقولوا كده. يعني لو هتقولي حاجه لخطيبك، ممكن تقولي اسمه ايه؟ محمد. محمد، لو هتقولي حاجه لمحمد هقول له شكرا يعني على كل حاجه انت بتعملها ولسه بتعملها لي، يعني وشكرا على دعمك دايما ليا، وان شاء الله يعني نحقق بطولات كتير مع بعض وانت معايا ان شاء الله. يا سلام على الكلام. بيبو مخرج بيقول لي اتعلمي بقى يا انسى انساي خليها. انت عايز تجوزها يا بيبو دلوقتي؟ بيبو لو اتجوزت يا بيبو مفيش برنامج. نروح عايزين الخط. الخط بايه؟ الخط بايه؟ انا عايزه اخطب. انا عايزه تخطبي حد؟ انا عايزه اخطب لك ولا ايه؟ مش عارفه. نروح للطبخ، كنا بنتكلم عن الطبخ صح قبل ما نروح لطموحاتك. ايه موضوع الطبخ؟ ايه قصه الطبخ؟ لا والله يعني مش عارفه اشاعه دي ولا ايه، بس انا لا والله يعني بحب الطبخ، بس ان انا يعني
امشي على اللي جاي يعني، اشوف فيديو اقلده بالظبط، لكن ما فيش بقى ان انا عندي السنس او ان انا. انت كنت بتشاركي حاجه في حاجه اسمها مطبخ الكابتن، ايه بقى ده؟ مطبخ الكابتن دي كانت في رمضان كده، كانت تطلب مننا. نسي انت عملتي ايه دعاء؟ ايه نسي عملتي ايه؟ عملت نجريسكو جميله. تعالي اقعدي. كانت نجريسكو تقريبا. انت عامله ده يا اميره، مش عارفه اقول لها اميره انت رحتي مش عارفه فين، تقول لي انا انا يا بنتي. لا والله نجريسكو، بس بقى تلاقيني بقى لي كتير ما عملتهاش بقى، فانا اقول لك اعمل اشوف الوصفه اعملها على طول لكن. زي ما هي وبتطلع حلوه. بتطلع حلوه. النفس يا استاذه، النفس اخباره ايه معانا؟ النفس. لا انا همشي على اللي قالي ومعلقه معلقه ملح. بتطلع حلوه، لكن انا احط التاتش بتاعي هنزعل كلنا من بعض. انا بقول لك على شويه تيبس كده تحطيها في يعني في أيوة حاجات ليها. ايه ده؟ بصي عادل. انا ما شفتش، انا ما دقتش منك حاجه. هدوقك. انا ما دقتش. هدوقك والله، انا كسوله بس بعرف اطبخ وحياه ربنا. بس حطي التاتش ماشي. مش مشكله الفتره الجايه. طب عشان احنا كده هنبوظ البرنامج. طب طموحاتك الفتره الجايه. طموحاتي طبعا مع النادي ان شاء الله، ان شاء الله هو الفتره الجد كلها خلاص هتبدا، سواء في الدوري او في الكاس ومنطقه القاهره. طبعا طموحاتي ان شاء الله نحقق الثلاث بطولات، ما نخسرش ولا ماتش تاني. عندي طموحات اعلى غير محليه، يعني ان شاء الله نشارك في البطوله العربيه والافريقيه. هدفي دايما ان شاء الله ناخد بطوله، اخد ميداليه مع النادي الاهلي سواء في البطوله العربيه او الافريقيه. وحاسه ان هي ان شاء الله مش بعيده لو بتدعيمات، هي البطوله الافريقيه تبقى عندنا في النادي بتدعيمات كويسه من بره، حاسه ان شاء الله نقدر ان احنا ناخد ميداليه. طموحي بقى مع المنتخب، يعني ان شاء الله نفسي ان اشوف منتخب مصر سواء يعني انا فيه او الاجيال اللي بعدنا، بس انا نفسي اشوف منتخب البنات في كاس عالم فيرست تيم. احنا دايما في الناشئين والشباب بنعمل نتائج كويسه، بس نفسي ان منتخب الفيرست تيم نعمل حاجه يعني ونروح كاس عالم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. معانا صوره ليكي عايزينك تعلقي عليها. اين الصوره؟ اهي صورتك مع كابتن كابتن محمود الخطيب. قولي لنا بقى، احكي لنا الصوره دي فين؟ دي كانت حفله رعايه جي ال سي، الراعي الرسمي للنادي الاهلي. كان كابتن الخطيب حاجه حلوه، انت شايفه قدوتك كده اللي هو ماشي بيعدي قدامك وجاي بيسلم عليكي. وانا وقتها كمان كان عندي كسر في صباعي، فاللي هو بقى شاف ايدي. ايوه اللي هو ايوه فخر يعني. حد يعني شخصية بقيمة كابتن الخطيب واخلاقه، ان يبقى واقف قدامك وان هو يسلم عليك ويقول لك الف سلامة كان وقتها على صباعي. فلا بالنسبة لي طبعا كانت لحظة، يعني هي الصورة تقريبا بتتكلم يعني. الصورة بتتكلم، فرحتك باينة يعني. طبعا دعاء، انت في يوم من الايام ممكن ترشحي نفسك لتكوني في الجمعية العمومية مجلس ادارة النادي الاهلي إداري، يعني تعملي حاجه في النادي الاهلي؟ طبعا نفسي، يعني نفسي ان انا افضل في كيان النادي الاهلي، وان انا افضل اقدر اخدم النادي الاهلي سواء انا دلوقتي لعيبه. قدام ان شاء الله اكيد هيبقى حلم يعني ان انا ابقى في مجلس اداره النادي الاهلي، او باي طريقه افضل افيد النادي يعني. حلوه قوي. هي شايفاني انفع في مجلس اداره النادي الاهلي؟ لا تنفعي، في 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 كاريزما كده. بس دي بقى بتحكم على الناس بقلبها. انا بحكم. بصي دي سيبك من دي، تمشي بمشاعرك في الدنيا. لا لا انا هقعد معاكي هعمل لك انترفيو بعد الهوا هقول لهم بعقلي. مين مثلك الاعلى؟ في كرة اليد كابتن احمد الاحمر طبعا. يعني هو برضو السبب في ان انا من وانا صغيره ان انا احب الهاندبول، خصوصا ان هو كمان نفس مركزي، فده كان قدوتي. هو لاعب استثنائي مش هيجي زيه طبعا، فكمان ان هو اشول ده انا يعني قدوه طبعا. زعلت جدا لما اعتزل دولي، كان نفسي ان هو يرجع تاني في البطوله دي في كاس العالم اللي جاي، كان نفسي ان هو يرجع بس هو قرر انه لا. كابتن يحيى خالد برضو الباك رايت ربنا يشفيه يعني من الصليب اللي عنده، يعني هما الاثنين عشان دول اللي في مركزي، فدول بالنسبه لي الرول موديل يعني. ان شاء الله يعني ربنا يشفيهم ان شاء الله يرجعوا لنا بالسلامه. هي انت بتروحي ماتشات بتشوفي كوره؟ ما رحتش ولا ماتش. بشجع بس ما رحتش ولا ماتش. النهارده جايبين لك صور كتير، في صوره تانية برضو هتقولي لنا تكلمين عليها. الصوره هي معانا. مستندات معانا. طبعا مين بقى؟ هي كلميني عن الصوره دي. دي برضو في نفس الحفله بتاعت جي ال سي. كابتن طبعا سوريا يعني كليوباترا الباسكت بول ما شاء الله عليها يعني، والحمد لله على سلامتها طبعا من الاصابه. وكابتن ايهاب امين طبعا مش محتاج يعني، احسن لاعب باسكت في البلاد. كابتن عبد الله عبد السلام يعني اسطوره
اسطوره الفولي يعني، كان بالنسبه لي برضو حاجه حلوه قوي ان في حفله زي دي ان انا ابقى مع كباتن كبار زيهم. طبعا كانت حاجه جميله. دعاء انت كمان كابتن كبير. ايوه طبعا، بس يعني كابتن عبد الله عبد السلام مثلا في يعني في ناس اللي هو بتتفرجي عليها من وانت اصلا من وانت صغيره، فيجي الوقت ان انت قاعده معاهم في نفس المكان، ده بالنسبه لي حاجه حلوه طبعا يعني. طب انا يعني عايزه ارجع برضو لنقطه مهمه جدا ان انا بنادي بيها، انا امراه بتنادي بيها تاثير الرياضه على الصحه النفسيه. عايزاك تدينا نصيحه كده، ايه لعيبه كده خبره كده وما شاء الله بحس بجد ان الرياضه بتفرق في شكل البني ادم، في هدوءه، في تعامله مع الناس. فعايزاكي بجد تنصحي الناس بالرياضه وتقولي لهم تاثيرها ازاي عليكي. هو انا هيبقى نصيحتي للاهالي اكتر ان ادعموا ولادكم دايما. الرياضه عمرها ما هتعطل حد عن دراسته، كل واحد ادرى مصلحته. فمحدش من الاهالي ان هو انا مش هلاعب ابني رياضه علشان هو يكمل في دراسته اكتر. هي الرياضه هتكمل ده. بتاثر طبعا في شخصيه البني ادم. يعني انا حاسه ان خلياني من وانا صغيره معتمده على نفسي او فارقه عن نفس صحابي اللي في نفس سني، لا كنت ببقى واثقه من نفسي اكتر. حاسه ان عادي ممكن اروح مشاوير لوحدي، ممكن اتكلم بالزبط. مع ناس لوحدي. بحس ان كان ناس تانية في نفس سني لا تبقى منغلقه خايفه. ادتني طبعا ثقه في نفسي كبيره جدا يعني، تاثر على حياتي لحد دلوقتي. زي ما قلت لك ان هي بتبقى المهرب لاي ضغوطات بواجهها كانت صحيح. في حياتي لحد دلوقتي يعني، كان وقت ساعات دراسه او شغل او اي عامه حاجات في الحياه يعني، دي كانت بالنسبه لي ستريس. ده بالنسبه لي خلاص بقى انا هروح التمرين هفصل عن كل ده، برجع فعلا احسن يعني. صحيح مظبوط. بس برضو بالنسبه لي الرياضه ممكن تخلي صحتي النفسيه بقى ايه في الارض يعني. لو خسرت بقى مش الموضوع مش بيبقى بس في وقت الماتش، لا ممكن اقعد اسبوع اسبوعين بقى مكتئبه. لا لا لا، بس انت قلتي ان انت معاكم حد في الفريق، حد لايف كوتش او حد اخصائي نفسي، لا يساعدك بقى ان انت تتخطي ده، لان وارد. احنا اللي كنا لسه بنتكلم بنقول ان الرياضه مكسب وخساره، فتمام يعني لازم نتقبل كل شيء. ايوه صح بالظبط. دعاء احنا للاسف الشديد فقرتنا خلصت، بس قبل ما تمشي وتسيبينا عايزاكي تقولي حاجه لجمهور الاهلي. جمهور الاهلي طبعا بشكرهم على دعمهم دايما لينا، ان هم على طول بيشجعونا في ظهرنا. ان شاء الله بوعدهم ان النتائج هتبقى احسن، وان الفتره اللي جايه كلها ان شاء الله يبقى بطوله الدوري وكاس مصر ومنطقه القاهره لينا، وان احنا نظهر باحسن صوره في البطوله العربيه والبطوله الافريقيه. هنعمل اقصى جهد لينا ان احنا ناخد ميداليه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ويا رب كده دايما ناجحه ومتالقه وطويله وجميله طويله. معانا دايما ان شاء الله. هنطلع فاصل صغير جدا ونرجع نكمل معاكم حلقتنا.